قلب طبعا اللي هو الفريش اكيد. لا طبعا كل شيء معلب انا ابتعد عنه. بطاطس اللي هي في الاكياس دي اخبارها ايه؟ يعني لو قلت لك انه بتؤدي لكترتها بتؤدي للسرطان يعني هالاطفال اللي هي انواع الشيبسيات يعني اللي هي كلها في اكياس يعني. انا مستغرب كيف هالاهل تركين اولادهم ياكلوا هالاشياء. في 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 اطفال عم بيستبدلوا هالاكل بوجبه مثلا يعني بطاطس محمره عشان بس يعني يعني لا تصنف لا يعني كل انواع المقرمشات وهالقصص هيدي. طب احنا ليش ما ليش ما ليش ما ليش ما ما بنخلي اولادنا ياكلوا ياكلوا مكسرات الجوز واللوز والحاجات دي الحاجات الصحيه يعني. بس طبعا هالاشياء موجوده متوفره موجوده قدامهم للاسف. يعني حضرتك بتنصحي بالحاجات الطبيعيه اكتر. طبعا احنا لازم نرجع احنا لازم يعني انت لو رجعنا لزمان الاجيال الماضيه وقارناها بالاجيال هلا بتلاقي الناس من زمان كانت انشط يعني صحتها افضل كانوا يعيشوا فترات اطول. يعني الاجيال السابقه بنيت الاهرامات والعجائب السبع نحن هون وين يعني هون على طول كسل خمول الناس مش عايزه تتحرك مش عايزه تشتغل. يعني هذا كمان بيعود لطريقة التغذية نظام الأكل مش صحي أبدا.